الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على رياض الصالحين للحافظ أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. السنة الحسنة هي الطاعة التي لها أصل في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة السيئة هي المعصية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. والمراد بسن سنة حسنة أو سيئة أنه فتح بابها للناس وفعلها وابتداها لهم، كما سيأتي في الحديث الذي هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيتين في هذا الباب. أولهم قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخبر الله تبارك وتعالى عن عباد الرحمن أنهم دعوه سبحانه وتعالى بأدعية، وكان من دعائهم وهم صفوة الخلق ما ذكره الله عز وجل في قوله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهم يسألون الله عز وجل أن يقر أعينهم بصلاح أبنائهم وأزواجهم، ثم دعوا الله تبارك وتعالى أن يجعلهم أئمة للمتقين. وجعلنا للمتقين إماما، ولا يكون الواحد إماما للمتقين حتى يقتدي بمن كان قبله. وفي قولهم وجعلنا للمتقين إماما محبة أن يقتدي به الناس في فعل الخير، وهذا معنى السنة الحسنة التي من سنها واقتدى الناس به فيها أجر عليها. وفي قولهم وجعلنا للمتقين إماما سؤال الله عز وجل الإمامة في الدين، فلا يكونون أئمة للمتقين حتى يحققوا الإمامة أولا فيقتدي بهم أهل التقوى. ثم ذكر قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذه الآية من سورة الأنبياء أخبر الله عز وجل فيها عن سادات الحنفاء إبراهيم ومن معه من أنبياء الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى جعلهم
أئمة يهتدي بهم الناس، وهذا فيه فضل فعل الخير وأن يقتدي الناس به في هذه السنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان بكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من أنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتابي النمار هو بالجيم، والنمار جمع نمرة، وهي كسوة من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها إلى لابسيا قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة وبالذال المعجمة والمراد به الصفاء والاستنارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة. الحديث، والحديث خرج رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قوله رضي الله عنه جاءه قوم عراة يعني متجردين من الثياب، والمقصود أنهم يلبسون ثياباً بالية قديمة كأنهم عراة منها، من شدة بلاء ثيابهم ومن شدة قدم ثيابهم. قوله متقلدي السيوف يعني واضعي السيوف في أعناقهم كالقلادة، وهذا من شدة تعبهم كذلك، وإلا فإن حامل السيف لا يحمله بهذه الصفة التي يحملونها به. قوله يتهلل وجهه أي يستنير ويضيء، كأنه مذهبة يعني كأنه الذهب من الاستنارة، واستنار وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه من الخير. قوله من سن سنة، السنة هي الطريقة المتبعة الموضوعة للاقتداء. هذا الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشفقة والتألم لحال الفقراء والمساكين والمحتاجين، وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من العمل على دفع الأذى الذي يلحق بكل محتاج، وهذا هو شأن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحزنوا لحزن أتباعهم. وفيه أن الواجب على أصحاب اليسار والأموال أن يتفقدوا أصحاب الحاجة ويبادروا إلى دفع الضرر
عنهم، وهذا من باب التكافل والتعاون بين المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما شرعه مما وجد عليه العرب مسألة الإنفاق والبذل للمحتاجين، والشرع حث على البذل وعلى الإنفاق وعلى الزكاة وعلى إكرام الناس، وهذا كله فيه ألا تتعلق هذه النفوس بالحياة الدنيا، وأن يتعلقوا بما عند الله تبارك وتعالى. فجعل الله عز وجل لهذه الأمور أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. فالحث على الصدقة والزكاة وإكرام الضيف وما شابه ذلك، هذا في الشرع يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده ألا يتعلقوا بهذه الحياة الدنيا وألا يركنوا إليها، وأن يكون مقصود الواحد منهم عمارة آخرته، لأن المال الذي ينفق في الصدقة وفي الزكاة وفي إكرام الضيف وفي غيرها من المحامد إنما يجده العبد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر للخير، فإذا وجد خيرا سره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسر لسرور أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن التوجيه في تأصيل عروة الأخوة بين أهل الإسلام. وفيه أثر الإيمان بالله واليوم الآخر في سلوك المسلم والمبادرة إلى فعل الخير، لذلك قام فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لذلك اليوم الذي يقف فيه الناس بين يدي الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله واليوم الآخر مما يحث العبد على فعل الخير. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسابقهم لفعل الخيرات. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه فأسرع الصحابة رضي الله عنهم لإحضار الصدقات. وفيه الحث على الصدقة ولو كان بالشيء اليسير، هذا اليسير الذي تتصدق به هو كثير عند من يحتاجه، والمسلم عليه ألا يدخر شيئا يفيض على حاجته عن أخيه المسلم ولو كان شيئا يسيرا. فالصدقة اليسيرة قد تقع عند الله عز وجل موقعا فتسبق الصدقات العظيمة، لذلك قيل سبق درهم ألف درهم. وفيه كذلك دليل على ما أورده عليه المصنف رحمه الله تعالى أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالمعنى أن من فعل شيئا مسنونا له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصر الناس فيه ففعلوه لأجل فعله فله أجر فعلهم. نعم. فالسنة الحسنة معناها إحياء المشروع الذي لا يعمل به الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ابن آدم الأول هو المشار إليه في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قيل أن اسمهما هابيل وقابيل، وقيل أن القاتل هو قابيل وأن المقتول هو هابيل، إلى غير ذلك مما لا يدل عليه دليل شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما اثنان من أبناء آدم عليه السلام، قتل أحدهما الآخر. قوله كفل من دمها يعني حظ ونصيب من دمها. قوله لأنه أول من سن القتل يعني فتح باب القتل الأول. هذا الحديث فيه أن المتسبب في الفعل والمشجع عليه يكون مساويا للمباشر له، وفيه أن من سن سنة سيئة وفعل معصية قد حرمها الله تبارك وتعالى فله نصيب من إثم كل من يفعل هذه المعصية بسببه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.